السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الطريقة للبيم هو دليل الأفراد والشركات نحو تطبيق البيم أو تبني البيم، هو تأليف عمر سليم والدكتورة المهندسة سونيا سليم أحمد. الكتاب في الأول بيدي مقدمة عن البيم وتاريخ البيم وإيه الفرق بينه وبين الأوتوكاد وإزاي الشركات بتقدر استفاد من تقنية البيم. هو في مشكورا الأستاذ الدكتور مهندس محمد شعبان كاتب زي مقدمة أو تقرير عن الكتاب دوت، وكذلك الدكتور مهندس عبد السلام زيدان كاتب برضو مشكورا كلمة حوالين الكتاب. وبعد كده هنلاقي تعريف بكتاب الطريق إلى البيم وزي ما احنا شايفين الفارس بيتكلم عن البيم والتاريخ بتاعه ومقارنة بينه وبين الكاد والبيم والجانب الاجتماعي وخطة عامة لمراحل العمل بالبيم ومراحل نطق البيم ومرحلة التصميم في البيم. والفصل الثامن بيتكلم عن ازاي الشركات تتبنى البيم، والفصل التاسع بيتكلم عن الأداء التعاوني في نظام البيم وأهم البرامج سواء معماريا وإنشائيا وكهروميكانيكال وبرامج البعد الرابع والبعد الخامس. وبعد كده بنتكلم عن العقود في البيم، وبعد كده التواصل والواقع الافتراضي والتكنولوجيات الأخرى المرتبطة بالبيم، وبعد كده بنتكلم عن المعايير القياسية للبيم، وبعد كده بنكتب المراجع. فنتمنى الكتاب يعجبكم، ونتمنى إن لو في أي ملحوظة أو في أي كومنت تبعتوها على أساس إن احنا نطور في الكتاب بإذن الله، وهتلاقي الرابط بتاع الكتاب أسفل الفيديو.